السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو بتاع النهارده بإذن الله هعلمك ازاي تتخلص من مشاكل انترنت داونلود مانجر. طبعا احنا عارفين ان البرنامج ده اي جهاز كمبيوتر ما بيستغناش عنه، وفي نفس الوقت البرنامج ده برنامج يعني في نوع من ان هو صعوبة في الاستخدام، كل شوية بيطلب منك سيريال، كل شوية بيطلب منك ان انت تسجيل برقم مزيف. طيب انا النهاردة بإذن الله في الفيديو ده خليك تستغنى عن البرنامج ده خالص وتستخدم برنامج جديد خالص اسمه نيت داونلود مانجر، مفيهوش اي مشكلة، البرنامج مجاني بالكامل، البرنامج نسخة مش هتطلب منك سيريال، مش هتطلب منك تسجيل، مش هتعمل معك اي مشاكل خالص. لو انت حابب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي، تابع معايا الفيديو للنهاية. الخطوة الأولانية إن أنا هفتح المتصفح بتاعي وأجي فوق كده في محرك البحث، هروح واضع الرابط ده، تمام؟ إن شاء الله هتركه لك في قلب صندوق الوصف بتاع الفيديو. هيفتح معايا على طول الموقع بتاع البرنامج زي ما حضرتك شايف كده بالصورة ديت، تمام؟ البرنامج فيه منه نسختين، لو أنت بتستخدم نظام اللي هو الويندوز أو بتستخدم نظام الماك. فأنا لأن أنا بستخدم نظام الويندوز هتضغط على اللي هو الخيار ده، تمام كده أهوت، هضغط على داونلود. طبعا انا على فكره بحمل لحضرتك دلوقتي من البرنامج، يعني انا البرنامج شفت حضرتك السرعه الرهيبه اللي اتحملت بيها الملف بتاع البرنامج، انا هحمله بنفس البرنامج ده، تمام؟ بعد ما حملت البرنامج انا خدته على سطح المكتب اهو، هيظهر معاك بالصوره ديت. هبدا اعمل له سيت اب عادي خالص، اضغط عليه اقول له نعم، تمام كده استنى لما يظهر معايا، اقول له نيكست، تمام كده هقول له نعم، اقول له اعمل لي ايقونه على سطح المكتب، اقول له نيكست، اقول له انستول، البرنامج اتسطب معايا بمنتهى البساطه واليسر زي ما حضرتك فتح كده معايا. انا طبعا كنت محمل فيه ملفات قبل كده، فعشان كده لما فتح معايا ظهر معايا بالملفات اللي انا كنت حاططها فيه. نيجي بقى لاهم خطوه في الفيديو، الخطوه دي حضرتك ما تجريش الفيديو فيها، لان بعد كده ممكن البرنامج ما يشتغلش معاك بصوره سليمه وتقول الفيديو مش سليم. حضرتك هتضغط على اللي هو البراوزر وتعمل حاجه اسمها اضافه، اضافه للمتصفح بتاعك. انا عندي هنا جوجل كروم، فيرو هوكس، واللي هو مايكروسوفت ايدج. هتشوف حضرتك المتصفح اللي موجود على الجهاز بتاعك وتضيف الاضافه بتاعته. انا هنا شغال باللي هو المتصفح مايكروسوفت ايدج، فاضغط على اديت الاضافه بتاعته، هيفتح معايا، هتظهر معايا الاضافه على طول، هروح ضاغط على الحصول عليها. هو هنا بيقول لي هل تود اضافه اللي هي الاضافه بتاع برنامج التحميل نيت داونلود مانجر، هقول له اضافه ملحق، تمام، وانتظر لحد ما الاضافه تتم. يعني زي ما حضرتك شايف كده الاضافه تم اضافتها، هضغط فوق عند اللي هي الملحقات، تمام كده اهوت، واضغط على الاضافه عشان اتاكد انها شغاله. طيب هضغط برضو على الثلاث نقط دول وانزل عند حاجه اسمها الملحقات وافتحها، تمام كده اهوت، واقول اداره الملحقات واتاكد ان الملحقه بتاع البرنامج مفعله. بص حضرتك لو لقيتها مقفوله كده لازم ترجعها مفتوحه، يعني تفتحها مره تانيه باللون الازرق ده عشان تتاكد ان هي تلقط على طول روابط التحميل بتاعتك. لحد كده تمام وزي الفل. هرجع مره تانيه اقفل الحته دي، خلاص انا شغلتها. ارجع عند اللي هو السيتنج عند الاعدادات، هنا طبعا البرنامج بيعمل ميزه جميله جدا انه بيقسم اي ملف انت هتحمله لاجزاء بحيث ان هو يقدر يحمله بمنتهى السرعه ومنتهى البساطه. هنا بيحدد لك المكان اللي انت هتنزل فيه الملفات، هو طبعا هنا هتنزل في الداونلود نفس المكان العادي بتاع اللي هو انترنت داونلود مانجر. فحضرتك سيب كل الاعدادات زي ما هي، ما تغيرش فيها اي اعدادات خالص. طيب نيجي بقى لعمليه تجربه فعليه للبرنامج، هل البرنامج ده فعلا فعال في تحميل الروابط ولا لا؟ ده اللي هنتعلمه مع بعض في الحته اللي جايه. الحته اللي جايه بقى هوري لك البرنامج ازاي فعال في تحميل اي ملفات. بص حضرتك انا دلوقتي هدخل على موقع مايكروسوفت وعايز انزل نسخه ويندوز 11، هضغط على اللي هو تنزيل، تمام كده هتفتح معايا الموقع بتاع مايكروسوفت، هيقول لي حدد الخيار اللي انت عايز تحمله، هنتظر لحد ما تظهر. هو طبعا هنا اللي هي نسخه ويندوز 11، تمام كده اهوت، حددها، تمام، واقول له تنزيل وانتظر. بيقول لي اختار اللغه، هختار له اللغة مثلا اللي هي اللغة العربية، تمام كده، أو أي لغة أنا عايزها، هنتظر. هي حضرتك اللغة العربية، تمام، وأقول له تأكيد، هنتظر لحظات، تمام كده ظهرت معايا على طول أهو. هبدأ أضغط على اللي هو داونلود زي ما